وبتنضمن عبر سكايب أسماء المصري، مديرة ومؤسسة فريق صامدات من حربانوش. يا أهلا وسهلا فيك أسماء. صباح الخير. يا هلا صباح الورد. يا هلا فيك. إذا فيك تحكي لنا أكثر أسماء، نحن سمعنا الحكي بالتقرير عن الفريق، لكن بدنا أنت تحكي لنا أكثر عنه، عن الانطلاقة، النقطة اللي خلتك فعليا تتحركي باتجاه تأسيس هالفريق. طبعا تأسست الفكرة من الألم والوحي اللي أنا كنت أعيش فيه، يعني إنه مثلا المعاناة اللي أنا كنت أعيش فيها من الإصابة والشيء مرقت فيه أنا، أكيد يعني هذا الحافز اللي خلاني إني ما أضل إني مثلا حابسة حالي إني خلص حط الإصابة وأقعد، لا، لازم أنا أكون يعني صوت للمرأة المصابة، أكون أنا مثلا أقدم رسالة بهذا الخصوص، يعني لازم المصابة تاخذ حقها بالمجتمع، ان كان حاله بتر مثلا، في حالات بتر يعني قوقعه الخجل من الاصابه انا كثير عانيت فيها، وعانيت فيها وقت اللي كنت انا عايشه مع النظام هيك، يعني اخاف من الاعتقال، اخاف انه يشوفوني مصابه لاني انا طلق يعني رصاص قناص وانا عم صور المظاهره بقى تصاوبت فيها، كثير عانيت 4 سنين بهذا الموضوع اللي طلعت لهون، الحمد لله رب العالمين، خلاني يعني اصابتي خلتني اقوى انا الحمد لله رب العالمين، وانت لازم كل وحده مصابه لازم تقوى ولازم توصل للمصابه اللي مثلها حتى ان شاء الله يعني يتقدم لهم الرعايه الخاصه والاحتياجات اللازمه لهم. أسماء، كم عدد المنتسبات للفريق إن كان عاملات أو مصابات؟ وهل جميع العاملات بالفريق أيضا ناجيات من الحرب أو الاعتقال؟ هلا نحن تقريبا نحن وقت اسست الفريق 15 لقيت 15 بنت يعني مؤمنات بهي الرساله، مؤمنات بالشغل اللي انا عم اشتغله، 15 بنت والتفيدات تقريبا صاروا 100، وفي منهم من ذوي الاعاقه معي عم يشتغلوا، طبعا من المصابات مثلي، في من الحالات بتر وانا مثلي يعني مثل اصابتي انا. طيب أسماء، أنت بخلال حكيكم بالتقرير وحتى حاليا عن الفريق ككل، أنتوا قلتوا أنه الفريق غير مدعوم، ما في حد عم يساعدكم، كيف فعليا عم تقدروا تكملوا بنشاطاتكم ضمن الفريق بالقدرات المحدودة اللي أنتوا فيها حاليا؟ وعم تقولي 100، يعني 100 حالة. منتسبة أو 100 حالة معكم، يعني ما نو عدد قليل أو هين. نعم، هلا مثلا في احنا غياب الدعم المادي، هلا اجتهاد شخصي والله، التطوع من البنات ومني، معارفنا مثلا اللي معارفنا مثلا عنده سياره بنمون عليه بنقول له زكاتك، انه مثلا بنروح على المخيم البعيد بياخذنا، بنرجع احيانا نمشوا انا والبنات بالشوب بالبرد، يعني كثير صعب، يعني ما بشرح لك صعوبه الشيء اللي عم نمرق فيها، مع هيك ابدا ابدا لا كلينا ولا ملينا، يعني انا والبنات. هلا المستفيدات القريبين ادلب وريف ادلب بحسن غطيهم، يعني بنروح بس بقى البعيدين مثلا مثل يعني انا كفكره تاسيس وفكره مصابات انه الشمال المحرر يعني كله بقى، في ما في عندي مثلا ذات بعاد بعفرين كذا، هذول بعاد يعني ما بقدر انا يعني على قاعده البيانات بس موجودين، بس كواقع استبيان واقعي بس اللي قريبين علي انا زرته، طب يعني تقريبا حاولتوا 80 تتواصلوا مع منظمات أو جهات تدعم عملكم؟ طبعا طبعا حاولنا بس ما في استجابه للاسف، ولا من اي جهه ولا من اي جهه، وانا كثير عتبانه واسفي، يعني يا اسفي انه هيك فئه من هالمجتمع، فئه من يعني مستضعفات نساء، يعني حالتهم مأساوية جدا، ما حدا حاسس طيب فيها أسماء، أبدا. احكي لنا شوي كيف بتتعاملوا مع النساء المصابات أو اللي تعرضوا لحالات نفسية ضاغطة، كيف بتتعاملوا طبعا معهم؟ له معاملة خاصة جدا جدا، يعني أنا دائما أنا بقول لهم إنه نحن الله ميزنا، دائما بحس إنه هن مميزات وليس إنه هن معاقات أو هن مثلا خسرانين اطراف منه، لا هن الله مميزهم عن الناس كلياتها، نحن متميزات باصابتنا، وسام يعني هي انه الحمد لله بحسس المصابه انه هي احسن من 100 وحده لها اجرين وايدين وعم تمشي وما فيها تشوهات ولا اعاقه، والحمد لله ونجحنا بهذا الشيء، وكان جانب ناجح جدا يعني بهي الدعم النفسي كثير اثره كثير جيد على البنات. طيب بحكم عملكم هاد بالدعم النفسي، قديش بتواجهوا قصص صعبة، وشو أصعب مثلا قصة بتحسي إنها أثرت فيكي؟ هلا كله صعب،
يعني نحن يعني اول شيء بنروح على الحاله، يعني نحن بنروح لعندها عيله. انا محسسه انه المصابات نحن عيله وحده، يعني احنا عائله وحده، ما في فرق بيناتنا. بنروح بنتغدى عندهم، بيجوا لعندنا على المركز كذا، يعني بنحسسهم انه احنا ما في فرق بيناتنا. هاي بالبدايه، بس وقت بدك تسمعي قصتهم يعني قد ما حبيتي حزنك عليهم بده يبين، خاصه انه نظرتهم والشيء اللي هن اللي مرقوا فيه كثير صعب. يعني احيانا بنطلع بنبكي، احيانا بنضل مرضانه 3 ايام انا على الحاله اذا شفتها. هلا اصعب حاله عندي شفتها انا هن حالتين، وحال سوسن المعتقله، سوسن المعتقله الناجيه من سجون النظام، هاي حاله كثير انا اثرت فيه. انا يعني يمكن تمنيت اني اكون بداله، يعني ما بعرف يعني انه بس شيل شيء عن معاناتها. اللي كل أثر مره فيكي يعني هو وضع وضع سيء، الحالي، وضع الحالي بعد وهي ناجية من وضع الاعتقال، الحالي، ولا وضع الحالي، لا الشيء اللي مرت فيه وضع سابقا؟ الحالي، لا اللي مرقت فيه طبعا سابقا، وهلا وضعه، هلا وضعه يعني لا تاكل لا بتشرب لا بتحكي، يعني مثلنا مثل ميتة سريريا، يعني اهلها بيحرقوها، يعني شقفة وحدة. وللاسف انه يعني كنت ما فهمت من اهلها اللي عم يقدموا لها الرعاية، يعني قالت لي الله يجلكم يعني انه كيس حفوضات من منظمة ما قدروا يجيبوا لها، يعني هي وضعها الصحي يعني سيء جدا، بدها رعاية خاصة. هي قديش صار لها من واثر لما فيه طلعت من اثار الاعتقال؟ التعذيب، اثار التعذيب اللي على جسدها، تشوهات، الحرق، قطع الدان، البطن مفتوحه، يعني قديش شيء صار لا لها من يوصف. لما ما طلعت من الاعتقال أسماء؟ هلا تقريبا الا من 2023 طالعه، ظلت 5 سنين من 2018 ل 2023. نتمنى فعلا انه اي منظمه حاليا عم تسمعنا تراعي هذا تماما، الموضوع يا ويتواصلوا ريت معكم لحتى يا تقدروا ريت. على القليل توصلون بهيك حالات ويقدروا ينتشلون من الواقع اللي هن فيه. شكرا لك اسماء المصري، مديره ومؤسسه فريق صامدات. نهارك سعيد. شكرا، يعطيك العافيه شكرا اسماء. لكم، اهلا وسهلا.